والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء الاقتصاد في نشرتنا، نشرة التاسعة. نفتح نافذة اقتصادية مع دينا شرف. أهلا بك دينا، تفضلي. شكرا لك نهى، شكرا لك ريهام. والآن موعدنا مع أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. يتواصل صرف السلع التموينية لـ 64 مليون مواطن مصري مقيدين على 22 مليون بطاقة تموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ولم تشهد أي سلع من السلع المقررة على بطاقات التموين أي زيادات خلال شهر نوفمبر، حيث يتم البيع بنفس أسعار الشهر الماضي دون زيادات على أسعار السكر أو الزيت أو السلع الأخرى. كما يتم صرف 36 مليون مواطن الدعم الإضافي بواقع 100 جنيه لكل أسرة، وذلك حتى 3 أسر على البطاقة في إطار القرارات الإضافية الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بداية من سبتمبر الماضي وتستمر حتى 30 من يونيو 2023. أسعار مستقرة وما فيش زيادة، والسلع التموينية تقريبا بتكفي فترة طويلة لكل مواطن، يعني هو اللي بيجيبه من السلع الأخرى تكملة مش أساسية، الأساسية المواد التموينية. احنا بنطمن المواطن ان اي مواطن عنده مشكلة يتواصل معنا، عندنا غرفة عمليات في المديرية مستمرة على مدار الساعة، وعندنا الحملات تجوب جميع انواع وتجوب جميع شوارع محافظة الجيزة على مدار اليوم لتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتأكد من توافر السلع بالأسعار المحددة. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وتراجع رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 762 مليار و955 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11432 نقطة ليتراجع بنسبة 1.67% ويغلق عند مستوى 11242 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2254 نقطة لينخفض بنسبة 1.3% مغلقا عند مستوى 2225 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3286 نقطة ليتراجع بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3242 نقطة. رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما، ومع ذلك فقد ألمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات التجديد التراكمي للسياسة النقدية الذي انتهجه حتى الآن. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى نهى وريهام، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا.